معنا من ابن السقي بجنوب لبنان مراسلنا رامز القاضي. رامز، انطلاقا من تصريحات ميقاتي والحديث عن استعداد الجيش للذهاب إلى الجنوب وتطبيق القرار 1701، هل يمثل هذا أي تغير في الموقف الرسمي اللبناني؟ رامز تسمعني؟ بالواقع وليس تغير، لكن من حيث التوقيت الآن والتشديد على هذا الموقف وأيضا المكان الذي خرج منه تصريح رئيس. نعم أسمعك. نعم تفضل. نعم وائل أسمعك. بالواقع هذا الموقف اللبناني ليس بجديد، لكن كنت أقول أنه من حيث التوقيت اليوم في ظل هذه الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان، فتشديد من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الموقف وتطبيق القرار 1701 وجهوزية الحكومة لنشر الجيش اللبناني في الجنوب، هذا الأمر بالنسبة أولا لتواجد الجيش موجودة، ولكن نشره على مستوى أوسع وعلى رقعة جغرافية أكبر جنوب الليطاني، وأيضا من حيث المكان والدلالة بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، هذا أمر مهم. وأكد ميقاتي أن هذا التصريح وهذا موقف الحكومة اللبنانية جاء بالتنسيق مع رئيس البرلمان نبيه بري، وهو الذي كان يطلع بدور المفاوضات في الفترة الماضية بتفويض من حزب الله وهو الحليف الوثيق للحزب. وأيضا منذ بعض الوقت كان هناك تصريح لرئيس البرلمان نبيه بري، تصريح صحفي ل جريدة الشرق الأوسط، أشار فيه إلى أنه على تواصل مع حزب الله وأن الحزب ليس بعيد عن هذا الأمر، لأن مرد هذا التصريحات وانشغال البلاد بهذا التصريح أن هناك كان ربما تضارب أو قرئ تضارب بمواقف بين حزب الله وما عبر عنه اليوم نائب الأمين العام لحزب الله، أي أنه لم يأتي على ذكر هذا الأمر. قاسم، لم يأتي على ذكر هذا الموضوع والموضوع أو الأمر السياسي أو المفاوضات السياسية لوقف إطلاق النار، هو ركز على أن المقاومة لم تتأثر وهي سترد بالميدان، وبالتالي هذا الموقف الرسمي اللبناني اليوم هو محاولة من قبل الحكومة لوقف هذه الحرب المستمرة على لبنان والتي طاولت الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا العاصمة بيروت بالأمس. نعم، شكرا جزيلا رامز القاضي في